النزول والدعوه للنزول ضد الحكومه الصفيه ومع راحه المواطنين. يا شمانت الله لا سيك يا عم، العب العب. طبعا انا مش هيك، دول ضيوفني ما حدش قال حاجه يعني، وكلام الضيف واجب، ممكن يسيبهم يجيبوا جون اثنين لكن يكسبوا لا عندي الكلام ده، ما حدش هيكسب عندنا غير تاني شبوري. انا احب اللعبه المحايده واحب اكون يعني ايه واضح وصريح، وانا بشجع اهل بلدي. ومعانا مواطن تاني مولي عبد الرحمن، هتنزل بدون عبد الصفيه؟ انا فرحه اول الشهر، ما تقولي العمده فركش الجواز ازاي؟ يا عم انت عارف تتجوز لما تروح تباص الكوره. يا عم العب العب. ليفربول كسبت ومعاها مو صلاح واحد، فاحنا حضانا هنا خمسه، مو مو شبوري ومو ميسي ومو شوال ومو رجب ومو رمضان كلهم بيلعبوا في ارض واحده وكلهم هيكسبوا باذن الله. احنا مش هنعدي النهارده الماتش الا لما نكسب. ايوه الكره اهي، الكره اهي، اجري يا مو يا مو شبوري. ايوه يا مو شبوري، مو شبوري انت رايك مستشفي في الناس اللي هتنزل ضد العمده الصبيه الفاق؟ انت مش كنت لسه بتقولوا ان دي مرات خواجه وجايه كسب البنات وتقوي الستات؟ واحنا اللي بنقول، هم اللي بيقولوا يا ابني. هم مين دول اللي بيقولوا؟ وانت رايك في دعوه النزول؟ الحكومه هي اللي جابتها وهي اللي مشتها، مالناش دعوه يا عمنا، رد عليك. لما وقفت طول الليل على حيلها مع العيال اللي عضتها السلعوه قبل كده، ما كانتش تعرف ان الله حق يا ضلالي. واضح ان الديربي النهارده اتحول من مباراه كرويه لحرب فكريه ما بين اتباع العمده الصفيه والفريق المنافس. والعوافى عليكم. وهي كانت عملت تقول لهم روحوا اكتبوا عرفي وزوروا اسامي عيالكم، وانا زغرت لكم ده هفارم عليها النار. هي اصلا عارفه مصلحه الناس اكتر منيهم ذات نفسيهم. وبعدين يا اخويا منك ليمها على ايديكم، شافت بعينيها وسمعت بودانها المرار الطفح اللي هم فيه، واللي عايزين يوقعوها دول حاكما ولابد كارهينها. كارهينها؟ دول كارهين الخير للبلد واللي فيها. سكت مراتك يا شعلان. اتسكتها انت مش اختك دي؟ اه انا مستلمها منك كده بلسانين.